حسن سعد الله رحمه الله إن المؤرخين في عمومهم قديماً وحديثاً من أبناء الوطن والعربي والأجانب لا تستوقفهم من تاريخ بلادنا إلا البطولات الحربية والمعارك التحررية، فنحن شعب اشتهر عندهم بالشجاعة في رد العدوان وصد الغزاة على مر الحقب الزمنية. هذا ما دفعه للاشتغال طيلة عقود من حياته على موسوعته تاريخ الجزائر الثقافي. هذه الثقافة كانت سلاحاً في وجه المستعمر الفرنسي حتى يوم استرجاع السيادة الوطنية. والثقافية تأتيكم اليوم من دار الأمير عبد القادر بالمدية، ذلك الذي وصفه الباحثون بمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، لكنه معروف أيضاً بالفارس والشاعر والمفكر والمتصوف والفيلسوف. وعشية شهر الاستقلال يحدثنا عنه وعن داره مالك درحمون. بقلب مدينة المدية وكأنها عروس تزين المنطقة، دار الأمير عبد القادر موروث تاريخي عريق وتحفة فنية رائعة، بنيت على يد مصطفى بومرزاق بايلك التطرية وأخذت شكلا هندسيا عربيا عثمانيا خالصا، لا تزال كل زاوية منها تحكي عن تاريخ المنطقة. يعود تاريخ بنائه للفترة العثمانية، في العهد العثماني كانت المدية عاصمة بلك التطري. المتحف صنف كمعلم أثري سنة 1993، 2011 ولا متحف أمومي وطني للفنون والتقاليد الشعبية. يحتوي 7 فضاءات، على فضاء النسيج، فضاء الفخار، البدو والرحل، فضاء الشخصيات الفنية. فضاءات هي عبارة تمثل لنا عادات وتقاليد المنطقة تاعنا. بداية من سنة 1835 استعمل الأمير عبد القادر البناية كمقر سياسي له وقيادة لأركانه، حيث عرفت الدار عدة لقاءات مهمة منها التحضير لمعاهدة التافنة، كما استخدم البناية أيضا كملجأ لصنع الأسلحة نظرا لموقعها الاستراتيجي الحساس بوسط المدينة. عرفت الدار بدار الأمير عبد القادر لأنه أثناء الفترة الاستعمارية مر الأمير عبد القادر بمدينة المدية وأخذ الدار كمركز لقيادة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، أين نصب خليفته محمد بن عيسى البركاني لقيادة المقاومة أثناء ضد الاستعمار الفرنسي. الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة مر بولاية المدية، وبداخل هذا المتحف آثار وحاجات ثمينة بقيت إلى يومنا هذا شاهدة على عراقة وتاريخ واحد من أهم رموز الدولة الجزائرية الحديثة. كان استعمارا وصفه مالك بن نبي بالاستدمار، هو وغيره كثيرون سخروا الأقلام أسلحة كافحوا بها من أجل الجزائر، يقول مختار مذكور. أزيز الرصاص وصرير القلم وريشة الفنان أدوات شق بها أبناء الجزائر طريق إلى الانعتاق. المجاهد والمثقف وإن اختلف السلاح إلا أن الهدف واحد، فكانوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. لعب المثقفون دور كبير جدا في الثورة الجزائرية، من كتاب ورسامين ومسرحيين وفنانين تشكيليين ومصورين وإعلاميين، أعتقد أن لهم الفضل الكبير في جعل صوت الثورة الجزائرية يصل إلى الخارج. المثقف لم يكن غائبا أثناء الثورة التحريرية، كان هناك المثقف حاضر، كان شهيد ومناضل ومسبل وفي كل المراحل وفي كل التوجهات كان موجودا. ثم أنه كانت هناك فرقة مسرحية لها حضور ولها أسماء ولها أيضا تاريخ. فقدت الجزائر الكثير من خيرة ما أنجبت، لكنها بالمقابل نالت أغلى ما في الوجود، استقلال الوطن واستعادة الأرض بفضل نضالات الجميع. مجموعة 22 قادت 6 المناطق، بعض الشهداء والمجاهدين الثورة الجزائرية، منهم من مؤسس دولة.
إسهام المثقف لا يختلف عن إسهام حملة البندقية والرشاش، فإصابة الهدف تعد نقطة التقاء المجاهد والمثقف في جزائر قوية قوة أبنائها. ولأبي الفنون كلمته، فلم يمثل المسرح الجزائري أثناء الثورة الحياة فحسب، بل صوت الانعتاق والحرية من المستضمر الفرنسي. جسد كفاحا مستميتا، قوي الأداء، محكم البناء، ترجم قصة شعب ثار وقاوم وانتصر. يقول عبد الجبار بن يحيى: وما تبطاش إذا كان راهم يستناو فيك. عندك الحق، راهم يستناو فيك والوقت ما يفوت. روح يا وليدي، روح، الله يكون معك. هذا مشهد يحاكي الواقع، نضال فوق الخشبة ضد المستثمر الفرنسي الغاشم، مسرحية أبناء القصبة، واحدة من أوجه الكفاح الفني، كفاح أبناء البيت الواحد والوطن الواحد. أرض أبناء القصبة والخالدون هي أسماء وعناوين لعروض مسرحية كانت في الأساس جبهة نضالية تدافع عن أو تعطي الصورة القدسية للثورة التحريرية الجزائرية. في شهر مارس عام 1958 تم تأسيس الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطنية، وجه ثقافي يعرف بعدالة القضية الجزائرية وفق رؤية سياسية وفنية جمالية متشبعة بالوعي والنضال من أجل التحرر. الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني لعبت دور تاع دبلوماسية شعبية في موسكو، في بكين، في العراق، كل هاد البلدان، يوغوسلافيا إلى آخره، وين هاد النضال تاع الجزائر والشعب الجزائري كان يؤدى بلغة جميلة، بأداء جميل، بأداء مسرحي وغنائي، وكل شعوب عرفت القضية الجزائرية من خلال ما قدمه الفنان الجزائري والفنانة الجزائرية. كخيال الظل وعرائس الجالابوس، أسلحة متوحدة تدافع عن قضية لا تقبل أي تنازلات. المقولة تقول: إذا أردت أن تعرف ثقافة بلد فزر مسارحها. كانت هناك ثقافة بلد في تلك في العروض التي تقدم من طرف الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني. الخشبة حاضنة الثورة، رمز النضال والكفاح، فخر الوطن، وبهجة التحرر، وفرحة الاستقلال. لطالما سحر الفن السابع الناس، فكان لزاما أن تسخر السينما خدمة للقضايا. كاميرات صحبت المجاهدين في المعارك وأظهرت بسلتهم، لكنها وثقت قبل ذلك ظلم واضطهاد المستعمر للجزائريين، وأشهدت العالم على كل ذلك. هشام بوعيد. اندلعت الثورة واشتد لهيبها، فكان لزاماً التعريف بها وتدويل قضيتها، ما جعل السينما السلاح الفعال لتحقيق هذا الهدف. يسجل التاريخ أسماء رجال وثقوا بعدسات كاميراتهم كفاح المجاهدين في الجبال ومعاناة الجزائريين من اضطهاد المستعمر. طبعاً لما نشوفوا الحريق مثلاً، الحريق كله يحكي على الغضب تاع الجزائريين قبل 54، قبل اندلاع الثورة، يحكي على توقع أن الثورة كانت قضية أيام، قضية شهور، قضية سنين، ولكن لازم تكون ثورة باش نخرجوا الاستعمار. إذن الثقافة لعبت دور كبير في توعية الشعب الجزائري، توعية الشعب الجزائري في الداخل وفي الخارج، حتى الجالية الجزائرية اللي كانوا عايشين في أوروبا ساهموا في هذه الحركة ودخلوا في الحركة الوطنية. من أبطال الفن السابع الأوائل بالجزائر روني فوتي صديق الثورة، التحق بها عام 1956 واستحدث مدرسة للتكوين السينمائي بالولاية الخامسة، وكون بها أول مجموعة سينمائية جزائرية كانت ممهدة لظهور أسماء تفخر بهم الجزائر وبأعمالهم بعد الاستقلال: جمال شندرلي،
أحمد راشدي، محمد الأخضر حامينة وغيرهم كثيرون. أثناء الثورة ابتداء من 56 مع مؤتمر الصومام بدأت توصيات لتطوير الثقافة واستعمال الصورة واستعمال الصحافة والاتصال يعني، والذكاء تاع الناس اللي أداوا الثورة اللي حولوا الثورة من الميدان العسكري إلى الميدان الاتصالي والميدان الدبلوماسي. المعركة هذه اللي ربحناها ضد فرنسا كانوا كلهم عبقريين، كانوا الناس مثقفين. هذه السينما خدمت الثورة الجزائرية وشرفت الجزائر بعد استرجاع السيادة الوطنية. محمد الأخضر حامينة يظفر بالسعفة الذهبية بكان عام 1975 بفيلمه وقائع سنين الجمر ومعركة الجزائر، تذكر بالنضال من أجل التحرر وافتكاكها للأسد الذهبي. وتتواصل الإبداعات مع تأكيد ضرورة النهوض من جديد بالصناعة السينماتوغرافية. الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا، كلمات تغنى بها الحاج العنقة فرحا بالاستقلال، لكن كثر من أنشدوا وأبدعوا أنغاما صاحبت الكفاح من أجل وطن بلا قيود، رسخت الروح الوطنية وأشبعت شعبا متعطشا إلى الحرية. يوسف ثافر. هو الالتزام بقضايا الأمة، هو التزام الفنان بأحاسيسه، المتيقن بعدالة قضية أمته، المؤمن إيمانا راسخا بحريته وعيشه الكريم. سمع الذبيح ببربروس فأيقظت صرخاته شعر الخلود فلعلعا، وأراه كبر ورآه كبر للصلاة مهللا في مذبح الشهداء فقام مسمعا. مفدي زكريا علي معاشي، وقائمة طويلة لكبار الفنانين والمثقفين الذين قدموا أقلامهم خدمة للقضية، ومنهم من قدم روحه في سبيل الجزائر. كان وسيلة لمواجهة الاستعمار والحفاظ على الهوية والدفاع عن مكاسب الأمة، وبفضل الكلمات الرنانة القوية والألحان الأصيلة ارتبط الفنان بقضايا شعبه بأفراحه وأتراحه. جزائرنا يا بلاد الجنود تغنى نحب عنك القيود، جزائرنا يا بلاد الجنود تغنى رحم الله شهداء الوطن، وألف تحية لكل الفنانين الذين
الثقافية اليوم هو باقة من أهم المواعيد الثقافية لهذا الأسبوع. الثقافية تضرب لكم موعدا الأسبوع القادم مع محطات أخرى من ثقافتنا.